الحمد لله يعني الأغنية من الأغاني اللي حققت واحد النجاح قوي في مشواري الفني. بنات الدنيا هي من كلمة ألحان عمر بيا، تصورت على شكل فيديو كليب، ومن الأغاني اللي الحمد لله اللي أنا كنعتز بها. كنا في واحد المجمع مع مجموعة ديال الأصدقاء وسمعت الفكرة، سمعت غير الحين بالجيتار وبدينا كنغنيو. قلت واقيلا هذا اللي حنا دار بان لي فيه كاين شي حاجة، وفعلا الحمد لله يعني وفقنا ربي أنه نفذناه، لدرجة أنه حتى الظروف كانت ملائمة وساعدت أنه يتنفذ بواحد الظروف اللي هي احترافية وكبيرة. الفكرة ديال الحين علاش عجبتني، أنه في المنظومة ديال التلحين أو في الجملة اللحنية جات راكبة، يعني جات سهلة وجات سلسة أكثر. فهذا كل ما في الأمر، يعني أنه في اللحن أعطتنا واحد الجمالية، خطأ أنه ملي درناها درنا واحد النظرة بالنسبة للتغناج، أنه غادي نجيب واحد الولية صغير وغنديروا فيها شوية الفكاهة. يعني كنشوفوا مثلا ملي كنا صغار كنا كنديروا ديك في الكراسة، أنا كنسمي الكراسة ماشي الدفسار، كنجيو كنبداو مثلا نقراو مثلا على المعلم وكنبداو نعرضوا عليه، كتسمع أح أح أحمدو. فهاد الاشياء اللي كنت كنشوفوها في طفولتنا في المدرسه شي حاجه اللي كبرنا فيها، فما كاينش كيبان لي شي اختلاف او شي حاجه اللي جاتها جديده. لنيتو خيبه نيتو خيبه، فلهذا انا كنشوف انه حتى في الطوناج لما كنقول عند المعدل واعر وكندير بحال هكا، يعني صافي ودي تفكيرها الرقي ديالها الاخلاق ديالها كيفاش انا حبيتها في النيفو ديالها، انا عندي واحد المعدل سيده متقفه واعيه كتعرف تتكلم. يعني علاش ما نشوفوش نخلي هذا المنظور هذا؟ انا كنشوف انه باش نلخص لك هذا السؤال ديالك في كوتي اخر، بغيت نعرف غير علاش هاد الناس هادو سبحان الله ما تكلموش على حاتم إدار في نجاحاته في الميريكس دوغ كتروفي عالمي، فمع رحبنا مع فنانين كبار عمالقه في الطرب الاصيل، في سهراتي الحيه والالبومات تقريبا اللي كانت واحد الوقت باقلات واحد انتشار كبير ديال مجموعه ديال الاغاني عربيه وشرقيه قديمه خاطره كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا. علاش هادشي ما ضويناش عليه؟ علاش كندوي على شي حاجه من فراغ ننتقدوا، ولكن ننتقدوا شي حاجه اللي هي كنلمسوها، شي حاجه اللي كنشدوها بيدنا. الكليب ما فيش كلام خيب اللي ما نقدروش نسمع مع العوائل ديالنا، الكليب ما فيش واحد المشهد اللي مثلا نقولوا فيه الخلاعه، الكليب ما فيش شي حاجه اللي خيبه، يعني كنشوفوا كليب راقي، كليب زوين، كليب فريمون الجمهور المغربي يعني بارك لي هذا العمل ديالي هذا. باش نبسطها لك بواحد البساطه، هذيك بيرسوناج لعبتها، هذيك واحد البيرسوناج اللي المخرج او لا صاحب السيناريو او لا صاحب الفكره قال لي باش ندير واحد البيرسوناج واتفقنا عليها ونفذتها. فلما كنشوفوا حاتم إدار مثلا ملصق طنجره ما تقبش هانت تقرب كاع قلال تقرب الكاميرا باش ما تبانش لك ما كاينش الوشام، هذاك غير واحد الرسم درتو الماكياج اللي كانت كدير لنا الماكياج، درت لنا واحد الوشم هنايا واحد الرسم هنايا كيعبر على واحد البيرسوناج معينه، هذا كل ما في الامر. لكن شخصيتي خاص الانسان حتى يتعرف عليها مباشره ويقرب منك عشان يعرفك اكثر واكثر. اول شيء لو ريتم اولا الطريقه ديال الغناء اللي غنيت في هذا العمل هذا كانت شويه مختلفه على بعض الاعمال اللي شفنا مؤخرا دارجه، يعني كان واحد الاجتهاد، اجتهدنا واحد شويه انه نديروا شي حاجه جديده زوينه. هذا الاجتهاد كيكمل اولا كيكتمل في واحد الميلونج ما بين كتسمعي كلام باللغه العربيه الفصيحه شويه كتسمعي الدارجه ديالنا المغربيه اللي كنتداولوها في المجتمع ديالنا وفي الشارع وفي الزنقه. لما كتسمع مثلا كتسمع اعتزلت بنات الدنيا وقلت، اوتوماتيكو كتقولي هذا غادي يغني شي اغنيه وقيلا فيها الشعر او فيها الزجل او فيها مثلا شي قصيده.
شويه كتسمع يو تبغي الماك فلوري اي يعني كتسمع واحد الاختلاف ما بين العصرنا ديال دابا والاشياء اللي كيسمع الشباب كيسمع بزاف الناس اللي هما عندهم واحد الميول الاغنيه السريعه اللي هي شبابيه اللي فيها شي شويه الحركه، وايضا كتسمع واحد النغمه اللي هي عندها علاقه بالغناء اللي هو مثلا طربي اكثر. فهذا جمعنا واحد الميلونج اللي عطانا واحد اللوحه اللي هي زوينه، والحمد لله يعني ربي وفقنا في هذا العمل هذا. راه هذا هو المشكل. دابا الناس يعني كيتكلموا على واحد الشخصيات، وفي نفس الوقت يعني كتلقى واحد الارقام خياليه ديال الناس اللي كتدخل كتشوفهم. اذا هذا كنشوفه تناقض، هذا من جهه. من جهه اخرى انا كنشوف انسانيا واحد الانسان لما كتعطيه واحد الفرصه انه يدير واحد العمل اللي هو يتعرض في قنوات فضائيه عربيه والتلفازه اون جينيرال، وغادي يبان بواحد الصوره احسن ويبان بواحد الصوره اكبر، هذا شيء جميل. يعني خصنا نساهموا في انه نقول امه هذه واحد الخطوه ايجابيه. اذا هذا ماشي شيء غريب انه ملي كنجيب واحد الانسان اللي كنا كنشوفه في الفيسبوك ودخلته وعطيته واحد 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 الفرصه انه فريمون يشارك في واحد الفيديو كليب اللي غادي يكون ممكن في قنوات فضائيه عربيه وفي منابر اعلاميه عربيه ومغربيه ايضا. هذا الشيء كنشوفه انه شيء ايجابي وشيء جميل. ابدا يعني هاد الاختيار ديالي بالنسبه لهاد لي بيرسوناج ما كانش باش ندير البوز، انما باش انه اول شيء نعطي فرصه لواحد الناس اللي ممكن يستاهلوا انهم يقدموا واحد الدراما او واحد البيرسوناج معينه في واحد الكليب. حتى شيء انسانيا انا بعيد على الامور الشخصيه والامور اللي كتعلق بدك الشخص اللي غيكون معايا، ليسونسيو انه انا غنبينو بواحد الصوره اللي كتليق بالجمهور ديالي. ما غاديش نجيب مثلا هاد الدومه ولا هاد النيبه وغادي نحيد له حوايجو، ولا غنبينو بواحد الخلاعه، ولا نخلي انه يدير شي حاجه اللي غتسيء للسمعه ديالي او تسيء لواحد 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 الاحترام وواحد التقدير اللي عطيه للجمهور المغربي. اذا اللي غيدخل غيشوف الفيديو غيشوف ان الفيديو فريمون زوين نقي وما فيش شي حاجه اللي فريمون كتفاجئ. الاغنيه هذه يلا يعني الانتاج ديالها تم غير مؤخرا، يعني هذه واحد 15 يوم او 20 يوم، وتحطات هذه يلا واحد يومين ثلاث ايام، اذا بعيده كل البعد على الانتاج ديال وزاره الثقافه. لا ابدا، بالعكس كل واحد تبارك الله وعنده البركه ديالو كيف ما كيقولوا. انا ما كانش عندي انه يعني هدف انه نخلق واحد الجدل بين الاغنيتين، لا اغنيه الفنان سعد المجرد ولا اغنيتي اطلاقا. الاختيار ديالي في لي يعني الاخراج الاغنيه الوجود يعني حكم علينا غير الظروف، وحكمت علينا غير الاشياء اللي كنا مجبورين بها، لانه الاغنيه كانت تخرج من وقت تقريبا ديال شي اسبوع تقريبا، لكن كانت عندنا بعض الاشياء اللي هي تقنيه خصها تعود وخصها تصلح، وخصوصا في الجينيريك ايضا حتى في الكولورياج، وكان يعني واحد التاخير اللي هو تقني، هذا كل ما في الامر. وكان مجبور انه نحط هذاك النار لان كان عندي التزام انه غادي نسافر خارج المغرب، فهذا كل ما في الامر. الاغنيه يعني كان اول شيء كنبارك لصديقي واخي سعد المجرد الاغنيه الجديده ديالو، كانت من التوفيق فيها تبارك الله، يعني ايضا راه من الاغاني اللي دارت واحد النجاح كبير، وهو تبارك الله عنده اكيد عنده جمهور مغربي كبير وعنده جمهور ايضا عربي. فبالعكس انا كنتمنى للفنانين المغاربه كاملين الشباب انه نطوروا ونزيدوا القدام ونجتهدوا باش ان شاء الله نوصلوا الاغنيه المغربيه لواحد واحد المستوى اللي فريمون كيليق بالاغنيه المغربيه. الجديد قريب ان شاء الله، ولكن غنحاول ان شاء الله نخصوا ليه التوقيت ديالو من بعد ان شاء الله ما الاغنيه هذه اللي خرجنا تلقى حقها في الانتشار ونلقاو الوقت المناسب انه نقدروا نديروا العمل الاخر. نخليها مفاجاه ان شاء الله، ملي كنوعدكم انها تكون من النص الباقي اللي يكون الحصري عندكم ان شاء الله. تحيه كبيره لكل الناس ايام 24، يا رب ان شاء الله الطمانينه والراحه والصحه للجميع. كنحماق عليكم انكم كتدعموني كتشجعوني كتعاونوني، لهذا خطيكم عليا تابعوا كل جديد ديالي اكيد على ايام 24.